ازيكم يا شباب؟ احنا النهارده هنلعب لعبه تن 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 تن، لعبه حبار. طبعا انا اللي هبقى رئيس لعبه الحبار، وطورنا من عندنا، جبنا ناس. طبعا احنا مش هيحبس الشباب في لعبه الحبار، ها دور الشباب يا حبيبي. انا بس هودي الشباب في حته كده جميله كده، لا اثنين يعني مش مشكله. مين اللي شايف ده؟ جبنا طبعا فلوس كتير يا شباب، احنا مش هيحطك كده ولا من كده ولا هنا. حط كده اثنين بس على السريع عشان احنا عايزين ايه، يجيب مشاهدات. ها ها هاي هم اللي يجيب الالعاب دي كلها، تجيب مشاهدات اصلا، مش عارفين ازاي ولا ايه. واحد بس كمان كنا عايزين نوديهم واجي هنا يعني. خلينا باب اللي عارف لعبة هاجي واجي يقول لي وانا هنزلها له، بس مش هنزلها له غير الا انا اكل الشباب دول. لا هاد هاد دول، لا يا ابني يا ابني هزعلك هزعلك، بقول لك هاد الشباب دول الا الشباب الا الشباب بليز. ده طبعا مش شباب، ده اللي بيعملوا لايك يعني، دخلهم هنا عشان بيسمعوا الكلام. ياخد بقى الفلوس، نخش في التانية. عايزين نخش هنا في التانية، تمام. طب مين بقى اللي سيب دور؟ اصح ما انا لوحدي لسه هطور الدنيا دي كلها هنا. دخلهم هنا، هنقود كده اثنين، حطهم هنا شباب. طبعا ده لون اللايك، الازرق لون اللايك، دوسوا عليه هيتحول زي اللون ده رمادي. شباب قولولي لما اللايك عندكم اسود الا بطيخ الا من بنتنجان. ها هاي هلو، دي جبنا دي في سلوس حلو. لا انت تجيب حيوانات عمر، ماشي جيب، بس احنا معناش فلوس. خلينا نشوف. طب مينفعش اي واحدة كده نجيب مقهورة يا ابني، ماشي. خلينا ايه يطول من عندنا، من هنا من بكنا من انا بس 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 ما يجربش. خلينا بقى هما غاليين، لا غاليين جدا. طب بقى اجيب الشباب دولت، احنا عايزين بس الشباب دولت، معرفش شباب. خد خد بالكم يا شباب، احنا راكبين دراج يعني، دراج ولا ايه؟ شباب انا لما انتوا جيتوا عندي هنا، انا طبعا طبعا يا شباب عيالنا قربوا يكبروا، عشان تعرفوا الحلقة دي لما مشفتهاش شوفوها في الكومنت، شوفوها في كل حتة يعني، في اللايك اعملوا لايك بس ما عدا ده، واشتراك وكومنت هو ده اللي ناقص عشان تشوفوها. طبعا يا شباب شوفوها يعني، اللي ما شافش الحلقة دي يشوفها ويعمل لايك فيها ويعمل اشتراك ويعمل كومنت. وانا هعمل لك ايه، قلب كبير قد كده، قد لعبة حبار دي كلها، تمام. اللي انت لما عملتليش برضو انا هعمل لك قلب قد العالم ده، انتوا قطعة من قلب يا شباب. ماشي يا شباب بقى النهارده
بص انا كنت ازاي بقى زعيم؟ انا كنت بلعب اللعبة دي بقى، انا كنت راجل اقدر كده يعني، كنت بلعبها بس بقيت ده طورت نفسي. طبعا الشباب المكان اللي احنا عايزينه يحط فيه الشباب الجمال وكل حاجة، ويحط فيها اسماء الشباب. يلا يا كنت واحد، علي، محمد، كريم، محمد. اوه دول مش هيجوا، لا كثروا من الشباب تاني، بس هم لسه موجودين عندنا. علي كمان، محمد، مين؟ كريم. طبعا يا شباب شكرا اللي انتوا قدمتوا معايا، طبعا انا بحبكم جدا. التلاتة اللي انا قلت لهم دول هم مش موجودين معانا في اللعبة. شباب علي، كريم، محمد، طبعا يا شباب شكرا يا كريم، محمد، علي، علي محمد، شكرا ليكم جدا. المهم بس خلينا ناكل بقى، عملنا الأسامي وعملنا كل حاجة. طبعا خلينا، في حد تاني؟ لا يلا حط عشان تجيب كمية فلوس. خلينا نغير بقى دولت كده، في السريع، في اليمين، في المسار، حطهم هنا كلهم. بعدها تعالي ده اللي عايزني اعمله لعبة هاجي واجي والعبها، انا هعملها في الجوز ولا اي جوز، انا هعملها في يوم حلو كده، في بعد لما لعبة الحبار تخلص. احنا مش عايزين ايه عشان ايه يعملها لكم كلكم، ليكم كلكم. تمام، حد تاني؟ لا احنا عايزين بس يجيب بس كده شوية فلوس على السريع. بصوا كريم دخل معانا، وعلي ومحمد دخلوا معانا الهاردة يلعبوا بقى. كريم ومحمد لسه واقفين طبعا. ماشي، محمد وقع ولا ايه؟ تقريبا محمد وقع. محمد هو ده اللي هو كان اول واحد ده داخل، ده كريم. ماشي برجع عليهم، كريم وقع، بس هو كريم ومحمد كسبوا برضو. ده مش علي اصلا، ده واحد تاني في اللالان خالص. لا علي وقع ولا ايه؟ خليه يسيب بقى براحتهم. علي الكسيد ده، دولت علي، علي، علي يعني. طبعا يا علي شكرا على الكومنت بتاعك الجميل. احنا بس احنا ما قرناش الكومنت، انا هفتح بقى الموبايل وشوف. احنا معنا موبايل. ماشي انت كتب لي يا عمار العب لعبة الحبار، بس ايه يعني خططها شوية، انت اللي هتبقى لابس الاخضر. ماشي شكرا، شكرا يا علي. خليني اشوف بقى كريم بقى في الكومنت بتاعه بيقول لي عمار العب لعبة هاجي واجي، بس لعبة هاجي واجي ايه يا ابني؟ مش قريت الباقي، انا مش فاهمك قوي. حط واحنا اهو بيقول لنا بقى العب لعبة هاجي واجي، بس يا ابني انت كاتب ايه بس؟ ثلاثة بيحطهم ويقول بعدين طب محمد بيقول لي، طيب محمد بيقول لي طور لعبة ماينكرافت بتاعتك وجيب عن بيت تاني. مش شكرا يا محمد على الكومنت بتاعك. انا هحط دولت
ماشي ياكل دولت. كريم بقى هيقولك في الجزء التاني بقى، معرفش مش عندنا وقت عشان عايزين نعمل شغلانة كده، شغلانة كده جميلة. انتوا طبعا شوفوا الشغلانة دي حلوة في الجزء التاني، بس احنا ايه قربنا نخلص، جبنا احلى فلوس. ماشي كالي جه ده بقى جاب لنا الراجل ده، ماشي. وده معناش غير جنيه واحد بس، حط ده هنا. وهنا يا شباب احنا عايزين بس نعمل حاجة، يا شباب شباب سواري غمضوا عينيكم. الإضاءة جت، معناش فلوس. طبعا يا شباب خلينا يلعب لبسو. احنا بقالنا هنا كتير جدا، خلاص تعبنا. خلينا يخش في النور اللي احسن، الدنيا بقت ضلمة هنا اصلا. لا مش الوقت بقى، احنا عملنا واحد. شفتني ليه؟ طيب مش قعدت كمان كومنت، اخر كومنت بس. ها ماشي هيشوفهم بس الارض كروس، ماشي. طبعا طبعا كروس احنا هيقولك في الجزء التاني. ومين تاني؟ كروس و وعلي كمان، ماشي. و وجون حلو جدا، شكرا جون، شكرا يا علي، شكرا كروس. خد دولت من يا عم، حط دولت هنا. الدنيا بقت مرعبة كده شوية، ليه عارف يا ابني؟ كنت على هنا اللي يحط، اللي يحط بقى النهاردة حطينا كله. خلينا بقى يخش في التاني، في اضاءة كده جميلة. ايوه حطينا بقى، احنا عايزين نصور هنا قدنا شوية بقى. بس احنا جبنا سنين على قدنا. طب عايزين نجيب ده، بس احنا معناش غير تلاتة وزير، وانتوا عارفين يعني ايه الرقم ده. طبعا ما جبنا احنا كمان اثنين، بس عايز ده بعمل حاجات احسن اصلا. بس الاثنين دول يعملوا حاجات كتير، هيجيبولي فلوس حلوة. يعني اذا شايفين اللي انا شايفه ده، يعني اطوره كمان مساحة حلو، ياخد بقى الفلوس كام كتير. طبعا علي وكراس وجون دخلوا معانا في اللعب، لما موتهم يا لعبة حبار ده انا اللي هموتك. ماشي كراس بس مات في اللعبة. لا هم كسبوا، ايوه يعني هم كلهم وصلوا في الخط اصلا كمان، بس مات وصفت ساعتها، بس كسبوا برضو. شباب خلينا شباب النهارده يلعب لعبة الحبار. احنا لعب، احنا بيلعب لعبة. انتوا بقى الاتنين لابسين الماسك ازاي؟ انا بجري بلعبش، انا ساعات بلعب وساعات لا. يعني ايه
يبقى معانا احنا معانا فلوس حلوة، غير من قعدنا بالشباب بقى عشانهم، بس جبلهم كمان. مش هي احسن حاجة لما جبت حيوانات كده جميل. احنا لو جبنا حيوانات، ايوه عندي الدنيا بقت جميلة جدا، جميلة جميلة يعني. خلينا بقى ياخد بقى ايه الفلوس، احسن فلوس ولا ايه؟ هسقطهم شوية على قدهم عشان يجيبولنا فلوس حلوة. شباب لعبوا لعبة الحبار بس بشكل تاني. خلينا بقى ايه، احنا عايزين منهم بس ايه حاجة كده صغيرة، هيغير البتاع ده. اه هيغيره عشان احنا عايزين نغير بقى شوية. لا انت رحت مننا طبعا. شباب باي باي.